الخبر الصحفيين ممثل وسائل الإعلام المحلية والجهوية. ما عرفتش السيد الرئيس باش نقراو البيان الختامي يكون بعد نجي التكريم ديال أولا نقراو نقراو البيان الختامي ولا عرفتش السياسة؟ شكرا. إذا سجلت مجموع المداخلات سجلت جميع المداخلات ديال الإخوان اللي تناوبوا على منصة لأخذ الكلمة و خديت مجموعة التوصيات اللي تم اقتراحها من طرف الإخوة ممثلي وسائل الإعلام ويمكن إيجازها فيما يلي: تسمين دور الإعلام في التنمية الجهوية المستدامة وتعبير الإخوة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام عن أسفهم للانزلاق الذي وقع في اللقاء، ضرورة عقد لقاء التوازن الجهوية واعتبار هذا اللقاء أن ينظم بشكل دوري كما جعل لسان السيد رئيس الجهة وإن كان نهاية كل سنة، تكوين لجنة إعلامية جهوية لتسهيل التواصل والتشاور مع مجلس الجهة من أجل إبرام مشاركات فعلية وفعالة، إيجاد صيغ لهيكلة الحق الإعلامي الجهوي، تمكين المقاولة الإعلامية الجهوية من تغطية برامج الجهة، تنظيم دورة تكوينية للإعلام الجهوي واعتبار دار المنتخب على مستوى الجهة كمؤسسة تكوين مستمر آلية لتكوين مستمر لجسم الإعلام للجهة، خلق إذاعة جهوية ودار للصحافة الجهوية مع خلق فروع إقليمية بالاعتماد على الكفاءات الجهوية والتمييز بين الإذاعة الجهوية والإذاعة الجمعوية، تمكين الجسم الإعلامي الجهوي من الأدوات والمعلومات والبرامج قصد الترافع والإسهام في التسويق الترابي للجهة، الاستمرار في مواكبة برامج القطاع الرياضي وإدماج الصحافة الرياضية في الترافع عن حق الجهة في البنيات التجهيزية والرياضية لمواكبة البرامج الوطنية لسنتي 2025 و2030 والاستمرار في دعم القطاع الرياضي المختلف فئاته، ضرورة جرد لكل المهنيين في القطاع الإعلامي ودعم المقاولة الصحفية والإعلامية المتخصصة. والسلام عليكم. إذا نسيت شي حاجة